طيب نور الزين تسمعي تعرفي؟ سامع أبي وسمعته. اليوم يقولون علي النجم الأول. لا لا، على أي أساس أكو فهد نوري؟ ما أدري إيش اسم الولد. فهد نوري صوت حلو، حيدر شاهين صوت حلو، أحلى من نور الزين. أيه ولو لا أرجون ما يزعل، أنا ما أقدر أقول له أنت صوتك حلو أنا يعني فكرتي يعني. لا طبعا صوته عادي عادي عادي، مؤدي مؤدي. شذا ما تعجبني. ما تعجبك؟ ما تعجبني، ما يعجبني، ما يطربني صوتها. ما بي دفو، ما بي إحساس. ولو أرجو أن ما يزعلون أني، لأن ما أقدر أكون أني يعني هذا انتقاد، مو انتقاد لهم بس رأيي، لأن ما أقدر أكون غير شكل. ممكن تزوريه. طيب إذا أعطيتك هاي الأسماء تقولي لي بيهم منو الأفضل تصاعدا، يعني